حلقة جديدة من برنامجكم حكي عراقي. برنامج حكي عراقي تقدرون تشاهدوه على قنوات اليوتيوب والإنستغرام والفيسبوك وعلى الويب سايت الأسفل الشاشة www.صوتالمستقبل.com. شلونك خمائل؟ اهلا يا مصطفى، شلونك انت؟ اني كل زين. اليوم الجو لطيف وابي نسمه بروده، بنحس الشتاء دخل هسه، يلا شويه بدا عندنا الشتاء. بالضبط. الحمد لله والشكر. مصطفى، موضوعنا اليوم اللي راح نعرضه ويكون حوار مشترك ما بيني وبينك، وايضا تجارب اللي موجوده واللي لمسناها من المجتمع راح تكون متعلقه بوسائل التواصل الاجتماعي والشباب شلون يتعامل وياها. هل هناك حريه؟ هل هناك قيود؟ تعامل الشباب مع وسائل التواصل الاجتماعي صح لو خطأ؟ طبعا الموضوع مهم جدا، لأنه اليوم احنا شعب أو خلينا نقول بلدان ذات النهضة التكنولوجية. يعني اليوم احنا صار عندنا تطور تكنولوجي واسع، واليوم أصبحت التكنولوجيا هي شاركتنا بأبسط الأمور. يعني فالشباب بعضهم مدى يستخدم استخدام صحيح، ولدى يعرف شنو اللي ممكن يفيده بهذه الوسائل وشنو اللي ممكن ما يفيدنا. لأنه اليوم احنا مجتمع، عندنا عادات، عندنا تقاليد، عندنا أعراف مجتمعية ما نقدر نتجاوزها. يعني هو المفروض بالبداية أول شيء الواحد ما يخلي تأثر على نفسه. أي. يعني اليوم أنا دا نشوفك مشكلة، أنا دا أشوفه كلش يعني بوضوح. يعني الوقت متاح للسوشيال ميديا. صحيح. يعني الشاب أي وقت يستخدم السوشيال ميديا. العصر، الظهر، أول ما يقعدون النوم. صحيح. آخر لحظة قبل النوم، اللي هاي اللحظة دائما يقول عليها، ما يصير واحد يخلي النوم يجبره، يعني لازم ينام. لازم هو لا مسلم أموره قبل ربع ساعة من النوم. فالوقت كله مباح للسوشيال ميديا. لازم أنا ما أخلي هذا الوقت يضيع هيك، لازم أستغله. فالواحد إذا يعرف قيمة نفسه وقيمة وقته وأهمية الوقت بهذا العمر المهم، قبل حلقة شنت نسولف أناش على أنه صحيح. هاي مرحلة الشباب مثل النهر الجاري سريع. أي. يمشي خطف. صحيح. بس أناش إذا أريد نتذكر في موقف مثلا، أنت تقولي أيام الكلية تذكريها. أي. يعني حباك البارحة، يعني مواقف هواية، يعني من تتذكرها تقول أوه، يعني شو بسرعة يمشي العمر بينا. فإحنا يوم واحد إذا فاتنا واستثمرناه بطريقة خطأ، هو ما راح يرجع. صح. حتى نستثمره بطريقة خطأ. هاي مرحلة خمال، لسه إحنا بهاي مرحلة الشباب يقدر يقمز. أي. يقدر يرقص، يقدر. صح. يسوي، يقدر يحب. أي. يقدر يعوف. أكو بعد مرحلة خلاص توصل إلى مرحلة أنت ما تقدر تتصرف، ما يعني لأنه أنت وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات. صح. إحنا شبابنا اليوم أكو بيهم بالعكس بدوا يشتغلون وبدوا يتوسعون بمشاريعهم وبدوا يعملون، وبالعكس لهم دور حلو بالمجتمع. طبعا. بعائلتهم بحياتهم الشخصية هم، لكن مقابل كل هذا أكو شريحة ما زالت مؤمنة أنه ماكو تغيير ولا وسائل التواصل تقدر تغير شيء. لا بالعكس، اليوم أكو بلدان تغيرت سياساتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم أكو مشاريع تدار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم أكو قرارات تتغير، رأي عام يخلق من وراء وسائل التواصل. صح. الاجتماعي. وإحنا إذا نريد نستخدم التكنولوجيا نستخدمها بالسياسة. صح. لأن إحنا سياستنا تحتاج إلى الكثير من التغييرات. صح. خلونا نفعل الرأي والرأي يكون هو رأي يعني يصيب إيجابي. يكون إيجابي ويستهدف أو يستهدف شغلة رئيسية وتهم المجتمع. صح. يعني يوم شباب يقدرون يطردون تنظيم عجز الدول العظمى. صح. إنه تطرد تنظيمات خطرة، حروب شوارع. شباب عندهم قابلية يتغلبون على هيش تنظيمات وبوقت قياسي. يعني اليوم الوقت كان قياسي بهذه. شباب يقدرون ياخذون بطولات على مستوى كرة القدم وكرة السلة، نادي الجوية، يعني بالفترة الأخيرة ياخذون. صح. كأس آسيا الأندية. هي شباب بهذه الإمكانيات، يعني لازم واحد يباع عليه، يلتفت عليه، يحتاج دعم. صح. احنا نقول دعم الحكومة، ويحتاج هم دعم نفسهم. يعني اليوم احنا شباب الحمد لله اشكرك، يعتبر العراق هو مجتمع شاب. الشباب. صح. عندنا اكثر شيء، عندنا اكثر طبقة، فيحتاج انه يحتاج قدوة. بس المشكلة بالسوشيال ميديا وبالقنوات التلفزيونية. أنا أتذكر يعني أول ما جيت البرنامج حكي عراقي، من دا أشوف إنه الفقرات التعرض ببرنامج خوش حكي مثلاً، شفت نوعية مختلفة. يعني إحنا ملينا من يصدروننا شخصيات نعرف مو ذولا مو قدوة. يعني اليوم أنا شلون أتابع شخص أعرف داخله شنو، أعرف مضمونه شنو. اليوم السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقنوات التلفزيون تصدر لنا شخصياتهم مو قدوة، إن تجبر الشباب المراهقين هذول يتابعوهم وهم مو قدوة.
راح لندن سوى سناب، راح المدري وين، من حقه، بس انت قدوه. انت قدوه لازم تعطي مثال، انت اعلامي لازم تعلم الشباب تعالوا حب الوطن، حب العراق، النظافه، المناقشات السياسيه، اناقش السياسي، افرض رايي، انا عندي شاب عندي حقوق، اجتهد بحياتي. انت اليوم اعلامي سلطت الضوء على الواقع الخدمي وانتقدت، غيرك ينتقد الواقع السياسي، غيرك ينتقد الواقع الاقتصادي، وهكذا. يعني واحد يسلط الاضواء على جوانب مختلفه. فاحنا اليوم شبابنا اللي يحتاجه هو تسليط الاضواء على حالات معينه بالضبط نجحت بالضبط. وبنفس الوقت اذا ما لقى شخص معين يعني مثلا يسلط الضوء، لا ضير اذا انت استمريت بالبحث طبعا. ابحث، اجتهد اجتهاداتك موجود الشخصية، ودور، شوف راح تلقى هواي عندنا شخصيات بالمجتمع هي نجحت وهي كانت لا شيء. هو مو سهل، الإعلامي عنده رسالة سامية جدا، ومو جداً. كل شخص إعلامي، مو كل واحد ينجح. احنا اليوم بالعراق عندنا يمكن فد مليون إعلامي، بس لما تجين تقيمين الوضع، يمكن أنا شخصيا أتابع فد سبعة بس هم مو معروفين، بس من أتابعه مرتاح نفسيا، يفيدني أنا كشاب، استفاد من عنده، وإحنا مستمرين بالتعلم طول الوقت نتعلم، فإحنا عندنا هالمشكلة. فلذلك هي رسالة المواقع التواصل ورسالة القنوات التلفزيونية وأي منفذ إلكتروني يحاول هذا الشباب الحلو، الشباب الطموح، الشباب العراقي أبو الغيرة اللي حرر محافظات عجزة دول عظمى أنه تحررها، يحتاج دعمكم، يحتاج تصدروا له ناس يعني ملهمة، ناس مؤثرة، ناس لها دورها الحقيقي. احنا شبابنا يتأثر جدا، يعني احنا مو نقول التدخين هي ظاهرة صعب واحد يتركها، تلقينا شباب يتركوها. هاي الأعمار المراهقة الخطرة، هاي الأعمار يسمع، بس شلون طريقة توصيل المعلومة، طريقة الطرح. شوف احد الفيديوهات اللي كلش بصراحة التمست يعني خلينا نقول مشاعرنا، هي قضية يعني طرحت على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واني اهنيهم على هذا المقطع. شاب يعني متضرر في احد الحروف، فما عنده يعني بس احد اطرافه مفقودة اللي هي ايده، فيريد انه يشد قيطان الحذاء. فشف التفاعل المجتمع وياه. هذه الـ يعني الفيديو بصراحة أنا أشوفه هو عزز الروح الاجتماعية. طبعاً. رغم فيديو فكرته بسيطة جدا، أو خلينا نقول يعني مستخدمة ومستهلكة، لكن هي شوفت المجتمع العراقي وشوفت الشباب شنو إحنا نقصد بمن تستهدف شريحة الشباب تستهدفها صح. وإحنا إن شاء الله طبعا خلاصة هذا الحكي كله، إحنا نوجه رسالة لمواقع التواصل وحتى للشباب يركزون على الأشياء اللي تفيدهم، الأشياء المهمة. ممكن اليوم منشور أو كلمة مواقع التواصل تدمر شاب وتشوه سمعة بلد، وممكن منشور يرفع الهم عند الشباب، وشبابنا يستاهلون الدعم ويستاهلون دائما طبعا ندفعهم نحو الإيجابية. إن شاء الله ربي استفاديتوا اليوم، الحلقة كانت حلوة، كلش حلوة بمشاركتك يا مصطفى، وأكيد إحنا نتمنى أنه شبابنا يستفادون من هذه العلاقات، وأنه تكون العلاقات كون بيها رسالة معينة، ونستفاد مثل ما قال مصطفى من المنشورات اللي تهم مصلحة بلدنا وتهم حياتنا الاجتماعية والاقتصادية. وصلنا إلى ختام حلقتنا، انتظرونا في حلقة جديدة، تقدرون تتابعون هذه الحلقات على الروابط الموجودة أسفل الشاشة، اليوتيوب والإنستغرام والفيسبوك www.صوتالمستقبل.com. مع السلامة.